السلام عليكم، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم في معرض الكتاب لنشارك في هذا العام للمرة الأولى في معرض الكتاب. هذه المرة نشارك بمناهجنا التي أعددناها بمدارس جيل المستقبل، مناهج رياض الأطفال، لنعممها على رياض الأطفال والمدارس لاعتمادها عندهم وتوقيع عقود بيننا وبينهم. أيضا نشارك بمنهج المنتسوري العالمي بوسائل متطورة ووسائل حديثة، ليست أي وسائل هي ألعاب للأطفال، إنما لكل وسيلة لها هدف. أيضا نشارك بمنهج مكارم العالمي الذي انتشر في 22 دولة على مستوى العالم بمئة ألف طالب مشترك في هذا المنهج. هذا المنهج هو منهج تربوي اعتمدناه لمدارسنا، أردنا أن يطلع الناس على هذه المناهج وعلى هذه المؤلفات وعلى هذه المشاركة في معرض الكتاب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.